انا في ناس كتير قوي زيي، رجال اعمال وسياسيين، بس الفرق بيني وبينهم بقى ان انا ما بتكسفش من اللي بعمله. وانت بقى عايزه تعيشي في عالم مثالي كل حاجه فيه ماشيه بالقانون، ما فيهوش حد بيغلط. بس العالم ده بقى مش حقيقي، مش موجود. العالم اللي احنا عايشين فيه حاجة تانية خالص، كل واحد فيه ما عندوش فرصة يختار، ماشي في اتجاه إجباري، واللي يحاول يغير الاتجاه ده بيتفرم. وقت تفتكري إن السجن ما غيرنيش؟ لا، اللي ما يغيروش السجن يخرج من الحبس على مستشفى المجانين. بس عارفة أهم حاجة اتعلمتها جوه السجن إني ما أرجعش السجن تاني، علشان كده لازم أفضل ماشي في السكة اللي أنا فيها دي. فكري في اللي قلتهولك، وخليكي فاكرة دايما إني بحبك، ولما أرجع عايز أسمع ردك. اتفضلي يا فندم. ميرسي. شرفتينا. اهلا وسهلا، شرفتنا. انت مصطفى؟ اه. انا جاي لك علشان ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح اخوك. محمد، اخرج انت بره دلوقتي. مين؟ بص، علشان وقتك ووقتي، أنا كنت بشتغل مع أخوك ممدوح من زمان. كان في بينا شغل كبير قوي، أكبر مما تتخيل، لدرجة إن أنا دخلت السجن بسبب الشغل ده. ولما خرجت دورت على أخوك ممدوح ما لقيتوش، اختفى. فأنا قلت أجيلك علشان أعرف هو راح فين وإيه اللي جراله. هو أنتوا مش إخوات ولا إيه؟ عايزك تجمع لي تحريات عن عزة وعلاقته بالمحاسبين اللي بيشتغلوا في البنوك الكبيره واللي اتقبض عليهم في نفس الوقت. عايز اعرف اذا كانوا اصحاب بيتقابلوا ولا لا، ايه نوعيه العلاقه؟ تمام يا فندم. هو سيادتك وصلت لحاجه جديده؟ الاحراز اللي هنا في شقه عزة بعد ما انتحر عباره عن اوراق حسابات ملهاش اي لازمه، وده معناه انها اتبدلت بالحرز الاصلي. اتبدل؟ طب وسيادتك عرفت ازاي؟ مش فاهم. التاريخ يا باشا، التاريخ ده بعد تاريخ التحريز اصلا، يعني الورق اتبدل. وده معناه ان في حد مش عايزنا نوصل. ده معناه ان الورق ده مهم قوي واتبدل في نفس التوقيت، ممكن يكون مفتاح لكل اللي احنا فيه. بس السؤال بقى لازم نفكر فيه دلوقتي، مين اللي بدل الورق ده؟ والله يا فندم ده سؤال صعب قوي. عايزك تجمع لي تحريات المحاسبين دي بأسرع وقت. تمام يا فندم. خالد، عايزك تشتغل من غير ما حد يحس بيك. ضابط الأمن الوطني بيشتغل في هدوء. تمام عليك. تفضل. بعد اذنك. انا بعد ما قلبت الدنيا على ممدوح ودورت عليه في كل حته وما لقيتوش، البوليس قعد يقول لنا ممكن يكون هرب ولا اتجوز ولا طفش، قلت اخش على الايميلات بتاعته يمكن اقدر اوصل لاي حاجه. وفعلا قدرت اوصل لحاجه. الايميل ده لفت نظري جدا. بص، هو يبان ان هو ايميل عادي، مجرد ورقه فيها تحويلات بنكيه وكلام كده انا مش فاهمه. بس أنا عمري أصلاً ما فهمت حاجة من شغل ممدوح. بس اللي لفت نظر الإيميل ده لما ممدوح قال له أنا معرفش حاجة عن الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه، وهو رد عليه قال له لو ما ساعدتناش إحنا هنعمل فيك زي صاحبك. وزي ما حضرتك شايف الإيميلات قعدت تروح وتيجي تروح وتيجي لحد ما وصلنا لآخر إيميل ده.
اللي فيه رقم التليفون. بس ده مش رقم ممدوح، لأن حافظ رقم. مظبوط، الرقم ده ممدوح اشتراه قبل ما يختفي بيوم واحد. وطبعا اتقفل بعد ما اختفى. أنا حاولت بعلاقاتي أعرف آخر مرة الموبايل كان شغال فين، وعرفت أوصل للوكيشن ده. فين المكان ده؟ دي فيلا كده مهجورة في حلوان. أنا رحت بنفسي وسألت هناك على أصحابي، عرفت إن هم أجانب ومسافرين. واضح إنه كان كمين أو مكان راح يقعدوا فيه علشان يعرفوا يتفاهموا بطريقته. تقريبا. وليه ما بلغتوش البوليس؟ البوليس معاه نسخة من كل الإيميلات دي، وآخر مرة سألتهم قالوا لي إن هم ما وصلوش لأي حاجة، بس في ضابط قال لي معلومة غريبة جدا. إيه هي؟ الإيميل اللي بيتبعت منه الإيميلات إيميل واحد، لكن دايما الاي بي بيتغير بتاع الجهاز اللي بيتبعت منه الايميل، مره من الهند مره من انجلترا كده يعني. ده معناه ان الايميلات دي كلها كانت بتتبعت من مصر. معرفش. انا محتاج الايميل ده ضروري. هتعمل بيه ايه؟ ده البوليس نفسه معرفش يعمل بيه حاجه. لا معلش، اللي عندي مش عند البوليس. تمام، هديك الايميل بتاعي وتبعت لي عليه الايميل. هاخد ايميل حضرتك وابعته لك. رايحين بيه؟ تفتكر اخويا هيرجع؟ اه ان شاء الله، ما تقلقش هيرجع. متشكر، شكرا. خد مني. شكرا. حلمي اسبان انت على المركب. لا انا هروح البيت الاول كده، هعمل كام حاجه واجي لك على هناك. اه يلا سلام. انت متاكد ان اخو ممدوح ده ما بيشتغلكش؟ لا لا لا، هو مش من النوع اللي بيعرف يلف ويدور. بعدين انا اصلي خدته على مشام وما اديتوش فرصه، وبعدين هو من جواه عايز يعرف ايه اللي حصل لاخوه. بص كده، الورقه المبعوته على الايميل ده ما بتفكركش بحاجه؟ مش واخد بالي. أرقام حسابات يعني؟ بص كويس. إيه فيه؟ ده الورق اللي اتسرق منك. يا نهار أسود. أيوه، ما أنت شايل حاجة مش عارف فيها إيه، عينيك مش في الأرقام أصلا. ده معنى كده إن ممدوح ما كانش معاه ورق التحويلات، وإن في حد بعتها له. بالظبط. طب الورق وصل للناس دي إزاي؟ وإذا كان معاهم بعتوه لممدوح ليه؟ كل دي أسئلة ملهاش إجابات، لو عرفناها هنفهم كل حاجة. واضح إن ممدوح راح وقابلهم وقعد معاهم، وبعدين إيه بقى؟ الله يرحمه. شكلها كده، الناس دول مش عايزين يسيبوا وراهم أي خيط يكشفهم. اللي بيعمل كده مبسوط قوي، عشان هو الوحيد اللي شايف وإحنا عمي. بس الموضوع ده مش هيطول أكتر من كده. طب بقول لك ايه؟ ما تبعت لهم ايميل علشان اكشف ورقي. الناس دي تقيله وعايزين لعبه على تقيل. هو انت فاكر يعني انهم مش عارفين انك عارف؟ جايز، بس خليهم فاكرين ان الخطوه اللي جايه عندهم، وبعد كده افاجئهم انا. ناوي تعمل ايه؟ الاول نخلص موضوع الحاج هدايا، وبعدين افوق لهم. يلا يا ابني، انت هو هنقعد في النقله دي طول الليل ولا ايه؟ عبوده جري يا هشام بيه، انا مش اصول شغل دي، سايبني ملطوط في الليله دي لوحدي. عم روق بس كده، احلى مسا. خد مثلي على نفسك. استغفر الله العظيم. ايوه والنبي كده، استغفر ربنا عشان ربنا يكرمنا. ها الرجاله بقى قدامها قد ايه؟ يعني سكه ربعايه كده. بس احنا هنخلص المشوار الهباب ده امتى؟ ايه يا عبوده؟ انت مقلق ولا ايه؟ لا يا كبير، عيب عليك. مش عبوده اللي يقلق، لا مؤاخذه. بس يعني علشان اظبط دنيتي. بص يا عبوده، احنا مستنيين تليفون يتقال لنا فيه ان السكه تمام، فنبقى تمام. الشغل البلدي بقى اللي انت كنت متعود عليه ده تسيبك منه خالص. احنا دلوقتي في عصر الاحتراف. انا بقى اعلمك الاحتراف. خد. ماشي يا كبير، علمني. يلا يا رجاله. انجز يا ابني، انجز. ايوه يا شيخ فايز، احنا على الطريق اهو، يعني 3-4 ساعات كده ونكون عنده.
لا لا خروفين ايه؟ احنا بتوع الكلام ده برضو؟ طول عمرك صاحب واجب يا راجل يا طيب.